واقع مرير ذلك الذي تعيشه الصحافة في العراق منذ 20 عاماً، حيث فقد ما يزيد عن 500 صحفي منذ عام 2003 بسبب محاولات نقل الحقيقة كما هي، أو بسبب كشف كبار الفاسدين وسرقاتهم للمال العام، سواء بالطرق غير القانونية أو المشرعنة بحسب تقارير حقوقية. وتختلف الجهات المنتهكة لحياة الصحفيين وتتنوع أساليبها في التصفية الجسدية والملاحقات القضائية بشتى الذرائع، فمن الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية مروراً بانتهاكات الميليشيات والعصابات المسلحة، وليس انتهاءً بالتهديد وبالترهيب، إذ تواجه مهنة الصحافة آلة إسكات الأصوات التي تحاول نقل حقيقة الواقع السياسي والأمني والمعيشي وحتى الاجتماعي إلى الرأي العام في العراق، آلة عنف اتخذت من مصادرة المعدات وتحطيمها ومنع التغطية والإبعاد عن العمل بالقوة والتأخر في دفع الرواتب ومنع تسديد المستحقات المالية والتمييز والتنمر وتهميش دور المرأة الصحفية وتعرضها للمضايقات أساليب لإخلاء البلاد من الصحافة الحرة. ولا يخفى على الكثيرين أن محددات العمل الصحفي وقيوده اصطدمت بطموحات رواد المهنة ووضعتهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تكون بوقاً لأحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها، وإلا فالمصير الأسوأ بانتظارك، لينفرد العراق من جراء غياب القانون بموقع ثالث أخطر دولة على العمل الصحفي وفق منظمة مراسلون بلا حدود. ويرجع مختصون سبب استمرار تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين إلى شكل النظام السياسي غير الواضح وتعدد قوى المحاصصة والنفوذ فيه، وضعف سلطة الحكومة مقابل هيمنة القوى المتنفذة على المال والسلاح داخل العملية السياسية.